يا ابني بقول لك نسيت اجيب كارنيه السنه اللي فاتت من اسكندريه، اعمل ايه؟ مش هينفع ادخل ازاي بس يا ماجد؟ ما قلقش ازاي يعني؟ طب انت فين بس؟ ايه ده؟ انا شفتك، يلا سلام يا بابا. دو عامل ايه؟ ليك وحشه يا شاعر الجامعه الاول. لا والنبي عليا انا كده كده يا ونش، شهر بحاله مفيش حد في الشله يعرف عنك حاجه. ايه لا وخافي ولا ايه؟ لا وخافي يا خفيف. سلام يا حبيبي، يلا اتفضل دخلني الجامعه. قمر خش برجلك اليمين، يلا خش يا جماعه الجميلات اديني. ايوه معلش يا غلس لفرح النهارده، انت مش غريب. حبيب قلبي قول لي بقى يا مو، ايه اخر ابداعاتك الفنيه؟ ما كتبتلناش كده ملحمه خفيفه تحكي لنا فيها عن سقوطك المريع كل سنه في الجامعه؟ اسكت يا دوب. الواحد اللي كان بيجي لي ابويا قتله، دمره. تخيلي تخيلي المفتري في اجازتي كل اسبوع يشغلني شغلانه شكل، ويا ريته نافع. اطول شغلانه 3 ايام واقل شغلانه ربع ساعه، جالي تخلف يا دوب. نهار اسود. طب وقول لي البت الهام عامله ايه؟ فركشته خلاص؟ فلا الله ولا فالك. ليه بس يا دوب؟ انت عارفه لا نفسك تلاقيش زي ما انا. طب تمام الحمد لله. ماجد عبد العليم. ايوه هو العين، انا بقيت مشهور يا بنت في الجامعه دي. طبعا الرئيس سراج امن دوله. مش انت برضه من اسره الامل اللي بتنظم الندوه الشعريه اللي هتنعقد النهارده؟ الندوه دي لازم تتلغي. ايوه يا باشا، بس يعني ما هو يا باشا الندوه دي ما ينفعش تتلغي. ده انا جايب فيها الشاعر جمال بخيت، اقول له ايه؟ اقول له يعني ان امن الدوله مش حابه المشوار؟ الاوامر اللي جات لي بكده. يا باشا يعني بص يا عمي، انا هظبطك واعوضها لك. ايه رايك؟ اظبط لك مع محمد حمائي، تامر حسني، يجوا الشهر الجاي في الحفله اللي جايه. لا حمائي ايه؟ اذا كان السكه كده يعني ما تخليها معقول. لا بقى بص، اتظبط واتعدل وانت بتكلمني. الاوامر اللي انا بقولها لك هتتنفذ وعلى رقبتك ومن سكان. مفهوم يا معلم؟ قشطه. اقدر ما حصلش. خد يا ابني يا سويع، امشي يلا من اخوك. لا 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 انت لسه جديد. صحيح دول نزلوا العساكر الجديده، دي سنه جديده. الله، امال صاحبك قديم كده ليه؟ هو انت طالب هنا؟ طالب هنا. بص يا حبيبي هقول لك على حاجه، الجامعه دي 3 حاجات، قبه وساعه وطلعت عرنوس. طب طلع يا حدق بقى كرنيهك. بطلع كرنيهي يا عم الحاج؟ عيب عليك، على النعمه ده انا هنا من وانت في المرور. يا جدع اسمع الكلام بقى بذمتك، ده شكل طالب جامعه كده ماسكه من هنا كده، وانا لازم اجي احضر لك القتل سر ولا رافع لك البوكسر مصدرهولك عشان ابقى طالب فيها يا جدع انت؟ وبعدين اقول لك على حاجه، بتاع البطاطا عندكم شكله ايه؟ بلاش بتاع البطاطا، في نقاش لابس بنطلون كاروه على شيرز يبقى طالب يا ماجي. وسع وسع كده يا سوا، وسع يا غالي. لا 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 سيب لي انا الطلعه دي معلش، بس الحاجات دي مكلفانا كتير. برضي متكيف؟ يا جدعان انا عندي ليكوا خبر مؤلم، الندوه اتلغت. بقول لك ايه يا سعاده الباشا، التليفون ده فيه بلوتوث وانا مش عارفه اشغله، حضرتك يعني تعرف تشغلهولي؟ طبعا بسيطه. طيب ايه رايك نخرج بره بس عشان الدوشه والزحمه والناس بتبص علينا وكده يعني؟ اوي اوي يلا بينا. يلا بينا. طب مش كنت تقول بدل لما احنا قاعدين هنا؟ معلش ما احنا مش عايزين مشاكل مع الامن، الامن ده هو الامان وال بقول لكم ايه؟ استاذ جمال مستنينا في الجنينه. يلا النبي يا كابتن اللي هناك، عادي ازاز السيفن بس يا استاذ جمال، حد مظبوط الساوي. الله 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 الله
النهارده يا شباب ليله شكلها كلها ربيع، وانا مش جايب لكم اي حد، ده انا جايب لكم الشاعر البديع. اسمعوني صح يا جدعان. الله شباب، مية مية. ايوه كده، عشان نبقى فاتحين مع بعض. عايز اقول لكم يا شباب ان الفن مش فلوس ولا ناس على ناس تدوس. الفن كلمة حلوة، كلمة حلوة والله، بتريح النفوس. والنهاردة يا جدعان انا جايب لكم الشعر الكبير، الكبير قوي، الكبير قوي قوي. يخرب بيتك اوعى. ايه اللي انت جايبه ده؟ ايه يا عم ده استعمال شخص، انا جايب لكم سماعات. امشي. مؤاخذه لا مؤاخذه يا استاذ جمال، معلش اقدر ما حصلش. الله يا اخوانا يا استاذ جمال، هقول لكم كل الشعر اللي انتوا عايزين تسمعوه، بعد كده ممكن تتناقشوا معاه. اتفضل اتفضل يا استاذ جمال. تحيه كبيره قوي للشاعر الكبير استاذ جمال بخيت. دين ابونا يا مسلمين في يقيني اعز دين، كلمه الحق المبين، كلمه النور الامين، حكمه يكتبها الاله فوق جبين الطيبين. دين ابونا يا محمد انت سر ومبتداه، انت احساس ومداه، دقه عارفينها في قلوبنا لما نخشع للاله، لما نطلب يوم رضاه، لما نركع، لما نسجد، لما نفرح بالحياة. دين أبونا إبراهيم رش جمر النار حنين على الخرايط والأماكن، اتولدنا طوافين ذاكرين. دين أبويا لو مسيحي رحمة لأجل العالمين، نصرة لأجل المظلومين، كلمة الحب اللي بايس الصليب جوه الكنايس، ندهة الأجراس لمريم والأمان للمجدلية، رحمة ليكو ورحمة ليا. المسيح شايل ألمنا لأجل يهدينا السلام، خد أيمن خد أيسر، العبادة ماهيش كلام، عيش باسم الإنسانية وإنسانية تدفعك للانتقام. دين أبويا دين إلهي أينما كان اتجاهي، حتى لو كان دين يهودي، احنا مش ضد اليهود. موسى في القرآن وليد يحضنوني للخلود، بين ايديه تسعة عصاته حية وجدودنا شهود. سحر أمنه برب موسى، إن أسم له بحر عاتي والجبل عرف السجود. رجعت الحية عصايا، حضنت التوراة وصايا، اوعى تقتل، اوعى تسرق، اوعى تزني، اوعى تقبل بالخضوع. بحر خير الكون يواتي لما نفرض له القلوع، والجحيم ياكل سننكو لو فقير فيكم يجوع. الوصايا هي هي، ارتضيها زي ما هي، في ضميري وفوق شفاهي. دين ابويا دين الهي اينما كان اتجاهي، حتى لو كان مش الهي، حتى لو كان مش الهي. المجوسي يترعب من نار ويعبد الاله اللي في خياله، ليه حرامه وليه حلاله، تسمعه في معبد دعاء، تلهمه رعشة رجاء، للبقر ناس يعبدوه ويدينوله بالولاء، مش غباء. تعرفوا في البقرة ايه بيقدسوه؟ العطاء. دين ابويا اي دين فيه عصاة او مخطئين، بس في نهاية المطاف فيه ملايكة ومؤمنين، والرضا للصابرين والهنا للصالحين، فيه ملاذ للعابدين الشاكرين المشتاقين، رغم الضياع لليقين. دين ابويا اي دين اللي انا بقى معرفوش، الوحوش الكروش اللي لو طالوا رقابينا بينهشوا ما بيرحموش، دين ابوهم اسمه ايه؟ صاحب الله صاحب الله، اللي داسوا فوق رؤوسنا بالبيادة
اللي مشيوا بالبلاد للبلادة، اللي فتاويهم فساد للعقل يقضي على العبادة، اللي مسحوا من الآيات معنى الشهادة، لوثوا الدم في عروقنا، سدوا عين الشمس فوقنا، سرقوا ضوءنا، صدروا نيلنا ودفعونا تمن وضوءنا. دين أبوهم اسمه إيه؟ اللي باعوا وطن بحاله، اللي باعوا وطن بحاله وخضرته وصفرة رماله ونسوته وشهوة رجاله، بهجته ودمه وعياله، خطوته وسنين نضاله، ثورته ضد احتلاله. دين أبوهم اسمه إيه؟ سامع يا عبد الله؟ سامع؟ إيه يا مصر؟ إيه يا مصر؟ إيه يا أرض الطيبين؟ اللي حكموا في الزمان ده يبقوا مين؟ دين أبوهم اسمه إيه؟ حد يعرف فيكوا دين؟ كل أتباعه لصوص أو قواضين، في المعاصي مولودين، في الكراسي مأبدين، في التفاهة معدودين، في السفاهة مفرودين، عالبلاها مسنودين، للشراهة مجندين، عالقرف متعودين، عالشرف متمردين، عالوطن متنمردين، بالخيانة موحدين. اللي يعرف دين كده يقول لي عليه. دين أبوهم اسمه إيه؟ صحابة طلبة الله أستاذ جمال، ديك أبوه اسمه إيه؟ ديك أبوه اسمه إيه؟ الله الله أستاذ، أنت هريك دالة أنت وهو، أنا بيحصل هنا ده؟ قدر ما حصلش. أنا مش فاهمة هم شادين علينا كده ليه؟ مش قادر أفهم يعني، إيه المشكلة؟ استضافة شاعر جوه الجامعة، خلاص خربت الدنيا يعني؟ يا ستي، قولي الحمد لله إنها قدرت على كده. وبعدين يا عم ماجد، أنت ناسي إن إحنا في أول السنة؟ ناسية؟ الحمد لله إنها مشيت على كده وقضيت. أنتوا عارفين؟ أنا أول مرة أحس فعلاً إن الكلام بيخوف. شفتوا؟ شفتوا الجامعة كانت مرعوبة ازاي؟ يا نهار اسود يا جدعان، انا اول مرة اشوف العميد بتاعنا. يلا قدر ما حصلش. بقول لكم ايه؟ ما تيجوا نشوف الدفعة الجديدة اللي عملت لنا فضيحة دي. اه ليه وجع القلب ده؟ ايه مالك؟ بتفكريني ليه؟ بايه؟ بصحابنا، صحابنا اللي نجحوا وسابونا واحنا قاعدين هنا زي المقاطيع بنقابل اشكال غريبه. مالك يابا؟ قلبها دراما كده ليه؟ وبعدين يا عم ماجد، ما احنا بقالنا سنين على نفس الوضع ولسه قدامنا سنين كمان وهنفضل على نفس الوضع برضه. صح يا طلعت، قصدك التغيير مش كده؟ لا الصوت. يخرب عقلك يا واد. ايه ده؟ انا اذنكم ثانيه واحده. ها اعمل تليفون كده. عيش. الو الو. ايوه يا زفت، انت فين؟ ايه يا لولو، صباح فل يا برنس. ايه اللي مصحيك بدري كده عمهم؟ صحي بدري ليه؟ مش في يا ابني دفعه موزس جديده لازم اعينها؟ ايه ده؟ موزس امريكان؟ هي الامريكانيه برضو بتفتح بدري كده زينا ولا ايه؟ المهم جهزت اللي احنا اتفقنا عليه. ايه يا برنس اللي اتفقنا عليه؟ فرشه، فرش الحشيش يا بني ادم. بص بقى برنس، الكميه اللي انت طالبها دي كتير عليا. يعني ايه كتير عليك؟ ما انت ياما شلت، انت هتتلخبط. ماشي يا عم، انت بتصوتني في جامعتك ولا ايه؟ نهايته، انجز وتعالى خد الفلوس يلا. بص يابا، الحاجه غلط والله، بس مش من عندي يا لولو، من الراجل نفسه، من السورس. بيتكلم في 320 335 في الرينج ده يعني. فرش الحشيش ايه ده اللي يغلى 330 جنيه في الاسبوع؟ انت اهبل؟ ايه يا عم وانا بعمله؟ ماشي يا عم، خلاص يا سيدي، بس بص ما يكونش مطبوخ زي المره اللي فاتت. ماشي يا طلعت يلا. ماشي يا طلعت يلا، سلام سلام. ماشي اوكي. ايه نخلص الموضوع. هاي هاي هاي، اول سنه في اولى صح؟ يب. انا ما شفتكوش قبل كده عشان كده بسال يعني.
اكيد طبعا خارجين من الثانويه العامه كلكم سخنين وعلى الاخر. سخنين؟ هاو مين دي؟ تبعكم دي ولا؟ هاو صاحبتنا. لا جينا وانتوا جايين شكلكم. يعني قصدي ان انتوا اكيد طول السنه اللي فاتت كنتوا محبوسين في البيت يعني بسبب مذاكره. ايه ده؟ يعني انت كمان كنت محبوس انت كمان في البيت؟ طبعا انا ما بضيعش وقتي، على طول بذاكر. انا بذاكر وانا نايم وانا صاحي وانا في المطبخ وانا في الحمام. الحمام؟ اخي الحمام دي كنت بتعملها ازاي؟ وانا تحت الدش. سوري. الو يا فادي، والله انت عيل سيس مش عارف تجيب حركات يا ابني. لا ما تقلقش جبت كل حاجه، الهش والميه كله خلاص ماشي. بقولك ايه، الدفعه السنه دي كلها مغروبه، كلهم صغيرين. لا عادي عادي، احنا بيفرق معانا. طيب ماشي، يلا اما بقابلك بقى اكلمك. يلا سلام. يا بنات وانتوا ساكنين في، قصدي بتروحوا بارتيات؟ اتبنت. اوكي طيب انا اعزمكم بقى. بمناسبه ايه؟ بمناسبة عيد ميلاد ماما. بعدها دكتور المادة خرج لقى أربع كاوتشات عربيته على الأرض، والأستاذ طلعت بكل بجاحة واقف ساند عليها. طب كنت عايزين أعمل إيه يا دودو؟ ما هو الراجل اللي اتصف نظره، قعد يهزق فيها قدام كل الطلب. كان جزاؤه. كل ما أفتكر شكله واقف قدام طلعت وشه جايب 100 لون، وعارف إن طلعت هو اللي مبوظ له كاوتش عربيته ومش قادر يقول له حاجة. يا لهوي. أظن الدكتور ده خلاص لا يمكن يسقط أي حد في مادته بعد الموقف ده. والله كان عشمي برضه يا دودو، بس هو نجح كل الطلبة وجي عندنا وقف هبدني ختم النسر. وإيه مش كفاية كده؟ راح مديني ضاد جيم في دايرة حمرا. يا لهوي يا طلعت، ضعيف جدا يا لهوي. أوعاد الله يا دودو، مش عارف الراجل شافني كده ليه. بس سيبك أنت، هو بيني وبينك هاجر بره البلد أصلا. أريح برضه. إيه ده؟ تليفونك بيرن. أنا مش عارف ده، إيه ده؟ ده الواد خالد. إيه ده بجد؟ إيه؟ هات هات. على الهوا بقى. يلا. الو كيفك يا ولد؟ وكيف حال البلد عنديكو؟ دينا مشاكل. ازيك يا بنت المحروم؟ ازيك يا اب؟ عامل ايه يا جف؟ وحشتنا. اعمل ايه في ابوي وليلته اللي خوتالي دماغي؟ الله ابوك ماله يالا، هتجوز تاني ولا ايه؟ يا ريت كنت تبعت له عجل راسه ألف صرمه قديمه يدخل الانتخابات بعد ما الحزب اختاره. خلاص بلاها السنه دي جامعه خالص، خليك قاعد جنب ابوك يا اخويا. واقول لك خليك بقى عشان تبرطع على حس الحصانه بتاعته. حصانه ايه بيه؟ وما جام سيدي العارف لكل ما خلقتها وسيبها له مخدره. انت بتتكلمي في ايه؟ سيدي العارف؟ ولا انت جدك اسمه العارف؟ وما انت مش عارف حاجه لمين؟ اتحاشي ما يجحش انت، ده مجام عندينا. خلاص يا عم خالد ما تقفش كده، قولي انت هتيجي حدانا امتى بقى؟ زينت القلوب حبيب قلبي، وحشتيني قوي يا زين. عامل ايه؟ وحشتيني قوي. انت كمان وحشتيني قوي. عامل ايه يا قلبي؟ حلو. ياض ايه اللي جايبك اخويا جو؟ ما جاي له في مصلحه يا زينه. مصلحه؟ مصلحه ايه؟ لا مصلحه عليوي. تلاقيها من الجامعه يا عم الترميز. وانا بعمل كل ده عشان بينا يا زينه، وعشانك انت يا حبيبي. وانا سبت قرار الكهرباء وشغل الكهرباء ودخلت قرار الحشيش ليه؟ هو عشانك انت يا عسل. ايوه كده، اضرب لك بقى ضربتين ثلاثه خلينا نقب على وش الدنيا يا رب. مين يا بنت؟ ده طلعت الكهربائي عايزه. وقفت تتسامر معايا ليه على الباب؟ خش يلا جوه. خشي. عمي وعم عيالي طول بك كبير. ازيك يا برنس؟ عايز ايه يالا؟ عايزك في مصلحه. مصلحه ايه؟ انت هيجي من وراك مصالح؟ قول لي الاول حليت مشكلتك مع الحاج سيد ولا لا؟ يا عم ده راجل مجنون، بعد ما اسست له الكهرباء وخلصت شغل الكهرباء خالص جاي بيتلكك لي في المصنعيه، وبعدين ده بيسرقني في مترين سلك. سيبك انت من العائق ده كله. في ايه يا ابني مالك؟ انا عايز فرش حشيش. عايز ايه؟ فرش ايه؟ يا برنس يعني وانا عايز فرش سرير؟ فرش حشيش. انت مصون ياض ولا ايه؟ مالك؟
يا برنس البضاعة دي لزبون متريش قوي. الزبون المتريش ده عرفته منين؟ صاحب ناس صحابي في الجامعة، بس هو في الجامعة برضه، بس الجامعة الأمريكانية. بس أبوه بقى إيه يا برنس؟ متريش قوي، فلل إيه وعماير إيه وألماظات وياقوت. خلاص خلاص يا عم علي بابا، اسمع يا حبيبي، الفلوس حاضرة أشتغل معاك، لكن فنجرة البق دي أنا ماليش فيها، فاهم؟ يعني أنت بعدك حاضرة؟ بقول لك اسمعني كويس، معاك فلوس تجيلي وما تطلعش هنا، تستناني تحت، ترنيني على الموبايل، أنزل لك، أستلم منك الفلوس، أسلمك اللي أنت عايزه، فهمت؟ ولا أقول لك تاني؟ عمي وعمي خلاص، أنت بتعلبت وعجني قوي. عمي وعمي القرود ياكش تولع. ايه؟ تفضلي قاعدة ساكتة كده ولا ايه؟ مفيش أي لغة ما بيننا؟ عايزني أقول لك إيه يعني؟ أي حاجة، أي حاجة يعني، قول بحبك، قول كرهتك، أي حاجة تطر بيها القعدة. والله أنت فايق ورايق، ولا حاسس بأي حاجة. هو في إيه بس يا حبيبتي؟ هو يعني في حاجة أنا ما أعرفهاش. صحيح، أنت ما جيتيش النهاردة ليه؟ مش عارف ليه؟ عشان أنا بقيت في سنة رابعة وحضرتك لسه مبلط في سنة تانية. إيه ده؟ أنا لسه في سنة تانية؟ لا ما تهرجيش. تاني بجد؟ اي طب عادي يعني، ايه المشكله؟ مالك فيه ايه يا ماجد؟ يا ماجد لازم تفكر فيا شويه. هو انا بفكر في حد غيرك يا ولية؟ يا ولية انا بصحى من النوم الصبح ما بشوفش حد غيرك، بجري من البيت ابو عيله اوفر ده واجي لك على الجامعه عشان اشوفك بقى بعيد عن اهلك من غير ما يقولوا لك رايحه فين وجايه منين وقاعده مع مين، واقعد معاكي وتبقى القعده طريه وزي الفل. مالك فيه ايه؟ وبعدين يا ماجد يعني انا السنه الجايه هتخرج وانت هتفضل مبلط كده جنب اصحابك الحشاشين. رجعنا بقى للاسطوانة السوداء دي. هو في ايه؟ الحوار بتاع كل مرة يا ماجد. أنا متقدم لي عريس جديد، إيه رأيك بقى؟ خلاص، رأيي إيه يعني؟ هتطفشيه زي كل مرة كالعادة. وأنا لحد إمتى هفضل أطفش في عرسان ما يترفضوش؟ لحد لما تبطلي تحبيني، ما تشوفونيش في عينك الجميلة دي. ما أنت عارف إن أنا متنقلة بحبك. طيب ما يعني متنقلة بحبك؟ ده ينفع ما اطلع اغنيه تصدقي؟ يا سلام، متنيله بحبك، متزفته بحبك. بقول لك ايه؟ انت قلت لي ان انت كتبت لي اغنيه جديده مش كده؟ هو انا بكتب لحد اغاني غيرك؟ ارحميني بقى، حسي بيا. طب يلا قول بقى. متنيله بحبك، متزفته بحبك، برضه احبك حتى لو هلب. يا غلس قول بقى. بحبك. كلمة بقالي كتير عايز اقولها لك بس الظروف مش مسامحة لان الموضوع يا نهار اسود. ايه؟ انا اتأخرت، ده بابا هيطعن عيشتي. قوم يلا يلا نقوم بسرعة. يلا نقوم بسرعة. ايه يا بنت؟ استني استني يا مجنونة. يلا بس استني. طب حاسب يا اسطى يا ريس يا الحساب، مش كنا خدنا تاكسي احسن؟ انا اتأخرت قوي. تاكسي ايه؟ تاكسي ايه؟ فين السي تي ايه؟ يعني المكيف؟ يعني الكنبة اللي ورا اللي تدفينا وتضمنا؟ ايه بقى؟ ايوه والله العظيم. استنى 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 يا موزة، تفكك من الواد العيال ده وتيجي تركبي معانا. ما تيجي يا شاب، ده احنا هنريحوك قوي. الله عليك يا امور، تريح انت عبيط يا ولا ايه؟ امشي انا وانتي. تعالى هنا بس، عاجبك اللي بيحصل ده؟ يلا يا كبير يا كبير، ما تشوف العيال دي يا كبير. يلا انا لازم اروح، انا هاخد تاكسي. تاكسي يا بنت؟ تاكسي ايه؟ معيش فلوس انا. خلاص انا اللي هحاسب بقى. يا دي منينة؟ اقف يا عم، اقف يا عم الحاج. يلا اتفضلي. انا رايحوك يا ايه؟ شفتي خافوا مني ازاي؟ اترعبوا، جري وقتي. خافوا منك فعلا. انا شاعر من طريقه كلامك ان في مشاعر مش موزونه، صح؟ مفيش حاجه. طيب صحيح هتيجي الجامعه بكره؟ ان شاء الله. هيك بقول لك ايه، انا هنزل هنا بقى احسن حد يشوفنا واحنا نازلين مع بعض من التاكسي. ماشي ماشي، على جنب والنبي يا اسطى. عمي وعم عيالي وخال ولاد اختي. يا ايوه باشا، ازيك يا طلعت؟ ازيك يا برنس؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبار حبيبي؟ حاجه زي الفل، بس انت جرب. قومي فيك. فين الحاجة؟ ايه لؤي في ايه؟ خمس دقايق هورد الفلوس والحاجة هتكون عندك بعد خمس دقايق. الله،
سوسو قلبي بيوجعني قوي، مش ناوي بقى تدخلي المستشفى. دخل عليك ياخد اجلك يا بعيد، يا برشامجي يا حشاش يا المانع. انا كلمتي كلمك عزرائيل ان شاء الله. تتعاكس بنت حسيت يالا، انا اعلمك الادب. معلش يا سوسو حقك عليا، واد قليل الادب ومش متربي، بس انا هربيه. ده انا ربيه وربي اللي يربيه. ماشي يا سوسو. انت الواحد ربنا يتوب عليك. حتى المامة. نعم. لا يا جدع مش قوي كده. نعاره قرفه من جنزبيل يا بوب المنطقه. قول لي يالا، انت جاي لوحدك؟ الزبون في العربيه على الناصية. بقولك ايه، خد عد دول. المبلغ كله ولا هتعمل عوق؟ 3200 جندي من الاحلحين وبيضربوا لك احلى تعظيم سلام. بص قول لي يالا، الزبون ده وقعت عليه فين؟ عيب عليك يا برنس، الحظ لما بيأتي بيخلي لعمة عجلاتي. الواد بتاع الجامعة الأمريكانية اللي قلتلي عليه قبل كده، هو ببقه بعينه بمراخينه بخلقته. يا برنس عايزين نظبط الدنيا بقى، وحياة أبوك ده احنا بقينا في عصر الافتتاح الاقتصادي. اسمعني كويس، اوعى الزبون ده يطير من ايديك، فاهم؟ عيب عليك يا برنجي. طب يلا خد خلص نفسك بسرعة يلا. ايه يا ابني اللي انت فيه ده؟ ماشي تلفت حواليك ليه؟ مش حال بتجيل من على الناصية وانا شايفك بعناية؟ الحاجة معايا. ما انا عارف انها معايا. هات الحاجة. خد اهي. هي دي الحاجة؟ متخافش قوي كده. كده المصلحة معايا ها؟ خلاص. فيها طلعت؟ انت فعلا أول مرة تشيل فرش؟ عيب عليك يا لولو، عليا النعمة. أنا أجدع واحد في جمهورية مصر العربية دي يشيل فرش. مش باين يعني. شفت فيلم أحمد زكي بتاع الإمبراطور؟ شفت. العبد لله. طب خلي بالك بقى عشان ده اتقتل في آخر الفيلم. إيه؟ يا جدع أنت مش هو اللي اتقتل. ده التاني محمود حميدة. لا يا راجل. يا عم ده تلاقيه فيلم تاني. سلام يا طلعتي. سلام يا لولو. نورت الدنيا يا برنس. شرفت يا مالك. اتكلم معاك تتخانقي معاه؟ راحة فين؟ تعالى اوصلك. مشواري بعيد قوي. احسن برضه. هو ايه اللي احسن ده؟ عشان نعرف ناخد ندي مع بعض. يلا اركبي. يوه ما تطلع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتتحولي ولا ايه؟ اموت انا في المشي البطال. معاك لبان يا عسل؟ معايا كل حاجه، بس انت تقول اه وتلاقيني تحت امرك. طب اه بس توصلني بعد كده للكبير اللي انا بشتغل فيه في شارع الهرم. شارع الهرم، شارع شبرا، انا جاي معاكي في اي شارع، انت بس تقول اه. انما انت ليه شغاله يعني في شارع الهرم؟ ما كده اسهل لك. اصل يا اخويا ما لقيتش وصل عشان اطلع مضيف الطيران، قلت اشتغل مضيفه برضه بس في كباريه اسهل لي. العب قوي. هو فاكر ان في حد يقدر ياخد كرسي المجلس مني؟ ده نقتله. مين ده اللي هتقتله يا ابويا؟
خالد انت خلاص مسافر على الجامعة؟ الدراسة بدأت النهاردة. ربنا يوفقك يا ولدي، ان شاء الله ترفع راسنا وتجيب اعلى شهادات. الحمد لله يا ابويا، انا بنجح كل سنة بتفوق عشان خاطرك. انت بتنجح كيف؟ اه وما شفناش في يدك كتاب. ماني بذاكر في مصر يا عمي. زي الثانوية العامة اللي خدتها في 3 سنين. في الثانوية العامة كان المدرس مستقصدني، انما في الجامعة انا بدرس للدكاترة. ايوه وبعدين يا هاشم، انت ايش عرفك في المدارس والعلام؟ والله حكاية التفوق دي ما هي داخلة دماغي. عايز حاجة يا ابوي عشان الحق القطر. سلامتك يا ولدي، كلها سنة وتتخرج من الجامعة وتبقى معايا في كل حاجة، واهم حاجة يا ولدي كرسي المجلس، عايزك تورثه من بعدي. ربنا يديك الصحة يا ابوي، ما تقولش كده. ربنا يوفقك، وعاوزك كل خميس تيجي هنا. حاضر يا ابوي. سلام يا ابوي. بالسلامة يا ولد. سلام يا عمي. سلام. الجامعة خلت الواد طاري كده ليه؟ مسك يا خالد. عندي كبر. بسم الله. تسلم ايدك يا ست الكل. الله يحفظك يا حبيبي. خلي بالك من نفسك وخلي بالك من الوكل. يما انا رايح مصر مش رايح جمصة. اها ده شوية وكل حلوين تتجود بيهم، وبعدين انت بتنزل مصر ما بتاكلش وبترجع لي زي البوصة. وماله يما؟ على اقل العيلة تدعي لك. بس كده؟ طب استنى ما ازود لك الوكل. كده زين يما زين. بقول لك يا حبيبي، بص لعلامك وبلاش تعب كتير في الفجر ده، اسمه ايه التنبيوتر ده، عشان تنجح السنه دي ان شاء الله. حاضر يا ام، ادعي لي انت بس. ادعي لك يا حبيبي، ان شاء الله اللي قدامك ما يسبقك واللي وراك ما يلحقك، ووقف لك ولاد الحلال يا خالد يا ولد بطني. اتوحشك يا ام. وانا كمان يا ولدي. سلامه حبيبي. لا 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 لا، ده تهريج، ده مش ديفيليه. دول ما شافوش الديفيليهات بتبقى ازاي. انت شفت التبته مغرق الدنيا؟ لا مش هروح تاني لديفيليه زي ده. والله. ايوه حياتي. لا يا حبيبتي، هو انا اقدر يا حبيبتي؟ وانت كمان والله وحشاني موت. ده انت بتوحشيني وانا معاكي. لا صعب، صعب قوي. خليها بكره، خليها بكره احسن عشان اوحشك. وبعدين ما تنسيش انا برضه بشوفك كل يوم. هاي حبيبي تعشيت؟ اه يا مامي. يا روحي انت تعشيت؟ طب حلو. ولك يا مامي لو سمحتي حط التليفون ده في الودن التاني عشان عايز اقول حاجه في الودن دي. يا ابني مش سامعني، قاعده بتكلم مع طنط خديجه. خلاص بقى. خلاص فلوس. امشي. لا ده ابني، ما انت عارفه لؤي. اه ما انا شايفه الصوره اهي قدامي. لا لا دي حاجه مسخره. شوف الفستان، شفت الفستان؟ عبيط. ايوه يا ابراهيم باشا. لا يا فندم، واجب سيادتك محفوظ. ازاي بقى؟ طب قول احنا يا بابا ما تعمل حاجه. احنا لازم نموت، احنا لازم نمد جسور الصداقه. جسور صداقه ايه يا بابا؟ والتعامل بين شركتنا وشركتكم. يا بابا انا محتاج فلوس. يا باشا ده شرف كبير قوي لينا يا فندم. يا بابا اصبر شويه، انت مش شايفني بتكلم في موضوع مهم يا ابني. بتتكلم في ايه في ماده جسور الصداقه اللي مش فاهمها انا دي؟ يعني ايه ماده جسور الصداقه؟ يا ابني ده شغل ومشروع كبير، اسكت انت بقى. اقول لك انا محتاج فلوس، انا لؤي، لؤي اللي ما بيلوكش وما بيتكلمش مع مامي وما بيقولش. اسكت اسكت، خلي كلامنا خفيف عليهم. اسكت خد. اتفضل حبيبي. اتفضل. طول عمرك برنس. اسبوع على خير. طب انا ايوه يا ابني بيدرك. يا ابني ده حوار فاكس اصلا. لا يا واد انت تعملهم عليا. باي باي دلوقتي. كبس كبس. اي شيرو لو اي خضتني. بتعملي ايه؟ ايه بلعب زي ما انت شايف. اسكتي. دخلت عليهم لقيت كل واحد فيهم ماسك تليفون، حسيت ان انا في سنترال فجأة. والإفيه بقى والله حسيت ان هما بيتكلموا بعض، بس كل واحد في حتة. بتعملي ايه؟ بتلعبي يا بنتي وسايبة مذاكرتك؟ لؤي اتس نوت بيزنس بليز. لا والله.
لا شاطر بتعرف تتكلمي انجلش. اسم الله عليك، انت اللي بتنجح كل سنه يا فاشل. غصب عنك. طب يلا امشي بقى. امشي ماشي. عايز حاجه؟ لا لا بجد والله. لا يلا امشي بقى. غصب عنك انت. لا ايوه يا ابني، وفي غيره؟ فكك فكك، خلينا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه بكره يا ابن الذين؟ ده يبقى يوم جامد.